هير نيوز، اخبارها كلها عندنا. كلنا كده عن موقف او ذكرى حلوه حصلت معاك في رمضان كده. لا في الحقيقه هو رمضان اللي معاه ذكريات كتيره جدا، فانا يعني في حاجات كتيره فانا مش عارف اقول انا وحاجه منها يعني الصراحه. طب انت فاكر حاجه؟ نفرقع بومب في وش الناس. تفرقع بومب في وش الناس ذكرى؟ لا مش ذكرى والله، يعني يا موقف. يعني عمي كان متعود دايما ياخدنا نروح جنينة الحيوانات، فمره كنا في جنينة الحيوانات فجأة قال لي ادخلك للاسد، قلت له لا مش متعود ان انا ادخل لاسود ومش عارف ايه. فتح البتاع قال لي هتصور مع الشبل، اتصورت مع الشبل وانا خارج الشبل راح جايبني من رجلي، فالحمد لله. طبعا اللمه الكويسه طبعا دي اول حاجه، واهلنا طبعا بعد العصر كده نلعب كوره طايره في مكاننا. اجواء كويسه عن تجربه رمضان. رمضان ايه ذكرياته مرتبطه معاكي بايه؟ حاجات كتير، باللعب في الشارع، بالفرحه، بالابتسامه، باغاني رمضان، رمضان جانا، حاجات جميله كده. هي الذكرى المرتبطه معاكوا برمضان؟ طبعا لا يعني مفيش اي حاجه ذكرى. حيد انت. طب وانت؟ لا انا ذكريات كتير، يعني لمه العيله حاجات كتير بالنسبه لي، بس يعني لمه العيله هي المرتبطه بيك برمضان. اكتر حاجه بحبها لمه العيله طبعا، والعزومات بقى الكبيره دي تبقى حاجه خيال كده. اللمه والعيله، وجود ابويا الله يرحمه، وحمايا وحماتي وامي والناس الحلوين اللي راحت كلها، يعني هي ربنا يرحمه، الحاجات اللي افتقدتها كتير. يعني ايه هي الذكرى المرتبطه مع حضرتك برمضان؟ الوالد والوالده. انا متربيه في شبرا، الاجواء الرمضانيه في شبرا بتبقى حاجه تانية خالص، هي دي اللي بتفكرني يعني بكل رمضان لازم يدخل عليا بفتكر الذكريات الجميله دي. هو انا بحب رمضان لان احنا كلنا بنتلم وبنبقى قاعدين مع بعض وبنقعد نلعب مع بعض. انت ذكريات رمضان بالنسبه لك هي لمكم؟ دي احلى حاجه بحبها. لنا ايه اكتر موقف او ذكرى انت فاكرها حصلت معاك في رمضان، حاجه حلوه حاجه مش لطيفه ايا كان؟ احسن حاجه ان انا لما بكون انا واصحابي كده زمان، وبنبقى نيجي بقى نشترك كده ونجيب بقى اللي هي الجبنه بقى وحاجات كده ونظبط الكلام، صحاب نتسحر كده مع بعض. يعني اغلب الوقت كان جنبنا يعني شارع مسيحيين، كنا نخرب الدنيا مع الناس دي في رمضان برضه مع المسيحيين. صحاب يعني. صحاب. لا ذكريات كتيره بقى، التدخين عيط كده، ولمه العيله والام والوالد حوالين الطبليه كده، واللمه الحلوه على اول يوم في رمضان ده بالذات، يعني كل الاسره بتبقى متباعده شيئا ما. فاول ما يجي يوم رمضان ده بالذات، الام والاخت المتجوزه والاخ البعيد وكله لازم، اللي عنده شغل حتى لو بمليون جنيه بيسيبه في اليوم ده. اول حاجه دي اهم ذكرى، دي اول يوم رمضان. هير نيوز، اخبارها كلها عندنا.